انا لا احب كلمه ابو كنت تدري يعني ويا اللهم يتقبل الحجة من أن أكون مكانه. وللأسف الشديد أنا لم أعرف ما هي المحاضرة ولا من المحاضر، ويشرفني أنني رأيته وعرفته لأول مرة، فهو سيقدم نفسه وأنا واثق أنه سيكون بمستوى ما نأمل منه. وفضل شكرا اولا واشكر الله السلام واشكركم جميعا على هذه الدعوه. اسم احمد زوار، انا تونسي، اشتغل بالشعر واشتغل بالاعلام، اشتغلت بالصحافه وبالاعلام المرئي والتلفزيوني. وطبعا يعني ككل انسان مواطن يشتغل بالاعلام، متابع لل الأوضاع السياسية في تونس وخارج تونس، ومعيش في بريطانيا منذ حوالي 20 سنة. المحاضرة هي الثابت المتغير في واقع ما بعد الثورة في تونس. طبعا يعني تونس هي بداية ما أو أنه ما يسمى بالربيع العربي انطلق منها. يعني في البداية من الصعب وفي الواقع أنه الإنسان يضع حكم نهائي، يعني الحراك لازال في حالة سيرورة، لازالت طبعا يعني الثورة لما تقوم من دائما يعني من خاصيتها أنها تبقى في سيرورة. الثورة الشيوعية في روسيا بقت كم من سنة، بعد الثورة في فرنسا نفس الشيء، يعني 8 أو 9 سنوات لحد ما تستقر. والحالة في تونس نفس الشيء، طبعا هناك ارتدادات وهناك محاولات لمواصلة هذه الثورة لحد على الأقل استقرار وتحقيق ما يطلبه الشعب التونسي. البلد في الواقع لا زال يعني يبحث عن نفسه سياسيا من ناحية الاستقرار، ويبحث عن توازن مقبول بين جميع القوى السياسية، لأنه فيه توازن في الواقع لكنه لا زال هش. يعني البلد عاش استقلال 56 إلى سنة 87، كان الرئيس الحبيب بورقيبة هو اللي يحكم البلد. حاول بورقيبة للحقيقة برغم أني كنت أعارض، ويعني كان في هناك معارضة له من الكثيرين، لأنه حاول أن يضع أسس دولة مدنية لها مؤسسات، وقد نجح في كثير من الجوانب. لما وصل بن علي بانقلاب أبيض في سنة 87 في نوفمبر 87 ومسك البلد، يعني تغيرت الأمور 380 درجة. يعني كانت الإعلام مسيطر عليه بصفة كاملة من قبل الحكم وعائلته. الاقتصاد تقريبا 60% كان قبل الثورة بيد ما يسمى في تونس بالعائلة الحاكمة، يعني بن علي وعائلة زوجته بالذات. كمان أيضاً ظهرت أيضاً ظاهرة أخرى في تونس، هي ظاهرة المخدرات. المخدرات في تونس تقريباً كانت غير معروفة وغير مسموع عنها، يعني كانت من المحرمات، حتى اسم المخدرات لا تكاد تكون تسمع في جيلنا إحنا. يعني في عهد بن علي اللي كان ماسك المخدرات هو أخوه اللي قتل في فرنسا، بعدها كان أخو زوجته، وكان هذا معروف لدى التونسيين كلهم، وليس كلام يعني إنترنت أو يوتيوب أو ما إلى ذلك. يعني المهم الوضع كان كأي دكتاتورية، وكانت عنده علاقات قوية جدا بالغرب، يعني بأمريكا وإسرائيل، فكانوا ماسكين وهم اللي في الحكم.
إلى درجة أنه في تونس كنا دائما نقول كان عندنا مثلا في السياسة كل شيء بالسياسة، السياسة يعني بالهدوء والتحرك بهدوء وبطء، لأنه لا تستطيع أن تفتح فمك أو أن تقول أي شيء. المهم يعني قامت الثورة، كانت ثورة غضب، البعض قال أنها ثورة خبز، هذا لم يكن صحيحا في الواقع. قامت الثورة وحصلت انتخابات فازت فيها حركة النهضة اللي هي بالأغلبية اللي هي الحركة الإسلامية، واللي هي تفرع من حركة الإخوان المسلمين. وطبعا يعني البلد بعد 23 سنة من حكم الفرد كانت فيه إفرازات، والثورة هذه كانت فيها أشياء ظهرت لم يكن الشعب التونسي متعود عليها. طبعا أهم اللي أفرزته الانتخابات كانت هو فوز الإسلاميين، حركة النهضة، وما يسمى عندنا بيسار الوسط اللي هم منهم الرئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤقت مصطفى بن جعفر، واحد عن التكتل من أجل الجمهورية أو المؤتمر من أجل الجمهورية، وبن جعفر التكتل من أجل الحريات، واللي هو رئيس المجلس التأسيسي المؤقت. والنهضة طبعا كان منها حمد جبيري اللي هو رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة. وكان أيضا في ظاهرة أخرى اللي هي فوز ما يسمى بالعريضة الشعبية اللي هي الهاشم الحامدي اللي عنده قناة المستقلة، لكن الهاشم الحامدي لم يتم إدخاله في الحكومة، كانت فيه أمور كثيرة أخرى، تفاصيل أخرى ربما ليس الآن مجال الحديث فيها. وتم هناك تحالف بين تأسيس حكومة ائتلافية، لأنه دائما كانت حتى قبل الانتخابات كان هناك تأكيد واضح من جميع القوى السياسية أنه كلهم رافضين أنه البلد يحكم من قبل قوة سياسية واحدة. هذا كان مجمع عليه، وأعتقد أنهم إلى الآن برغم كل شيء، برغم كل الخلافات، ما زالوا مجمعين على هذا، أنه لا بد من مشاركة القوى السياسية أو أقل شيء أغلب القوى السياسية. طبعا ظهر أشياء جديدة، يعني هناك بروز بعض. أولا ظهرت المشاركة في الحكم، يعني حتى في عهد بورقيبة وجدت لكن كانت نسبية جدا، كان فيه بعض الوطنيين اللي هم فعلا وطنيين في المعارضة ودخلوا البرلمان، وبعض منهم كان في الوزارة أحمد المستير وغيره، لكن بشكل جزئي وجزئي جدا وصغير. الظاهرة الثانية اللي ظهرت في المجلس التأسيسي المؤقت، ودائما في تونس يقول المؤقت هذا، يعني حتى الرئيس نفسه المرزوقي دائما يصر على انه يقال الرئيس المؤقت، لانه يرفض هو نفسه، قال يرفض انه يكون انه يقال انه رئيس، لانه هو يعتبر نفسه مؤقت. ورئيس المجلس الوطني التأسيسي نفس الشيء. انتقال بين الكتل السياسيه، يعني اللي كان في التكتل من اجل العمل الحريات ما عجبوش مثلا موقف حزبه من قرار سياسي معين أو موقف سياسي معين، فيتحول إلى المؤتمر من أجل الجمهورية، من العارضة الشعبية ينتقلوا إلى المؤتمر. صارت نوع من الظاهر هذا في الحياة السياسية التونسية، أو على الأقل في المؤتمر الوطني التأسيسي اللي هو بمثابة البرلمان، واللي هو من واجباته أنه يعد دستور جديد للبلاد. الظاهرة الأخرى اللي فاجأت الجميع في الحقيقة، لم يكن أحد لا من السياسيين ولا من غير السياسيين يتوقعها، هي بروز السلفيين في تونس. يعني كتونسي عشت 30 سنة من عمري في تونس، كانوا عقلية المواطن التونسي تعتبر السلفيين هذول أوساخ للأسف الشديد. يعني ممكن الكلمة حادة شوية، لكن يشوفوا يعني حتى والدك رجل أمي كذا يشوف حدا في التلفزيون من هالنوعية وكذا المصخ، يعني الوسخ، ما بدون حتى فهم سياسي لماذا، لكن كانوا كنا شيء نسمع عنه موجود في أماكن أخرى. يعني
هنا ربما أفتح قوسين إنه العقلية التونسية عموما تتقبل الآخر. يعني لما أقول مثلا في تونس الأغلب الاتجاهات هي القوميين واليسار والإسلاميين والليبراليين، فيه قبول الآخر. يعني القومي ما عنده ما يعني يجلس ويتفاهم مع اليساري ويتناقش، ما فيش حدة، ما فيش تعصب في الآراء. حتى القومي غير متعصب إنه لا إحنا فقط قوميين وضد هذا، ما فيش، فيه قبول الآخر واضح. العائلة منقسمة، تلاقي فيها اليسري، تلاقي فيها اليساري، تلاقي فيها القومي في العائلة الواحدة موجود ومتناسق، يعني فيه تسامح كبير جدا. ف ظاهرة السلفية تبدو غريبة جدا عن المجتمع التونسي، والأحداث الأخيرة قامت ببعض الأحداث من نوع حرق محكمة، حرق معرض تشكيلي، هجموا بالسيوف على بعض النزل وما إلى ذلك. ظواهر غريبة وغريبة جدا في المجتمع التونسي، وفيه يعني لوم النهضة أو الحكومة على الأقل إنها تساهلت معهم. رئيس الجمهورية يعني طلع وحكى وكان غير قابل وانتقدهم كثيرا، لكن لم مثلا يعني لم تتم محاكمتهم، لم يدخلوا السجون أو إلى ذلك. يعني كأنه يقال أنه في ضغط خارجي على أنه هذول يبقوا يعملوا المشاكل. هذا الكلام صحيح ولا مش متأكد 100%، ولكن ظاهرة غريبة نوعا ما وصارت يحكى عنها في الإعلام كثيرا. الرئيس انتقد من الناحية هذه باعتباره ضعيف، يعني الرئيس التونسي يعتبر كمعارض من الطراز الأول، ولكنه صار ينتقد أنه كحاكم يبدو ضعيفاً نوعاً ما، وهذا اللي خلى كثير من أعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية الحزب بتاعه هو يتنقلوا إلى جمعيات سياسية وأحزاب سياسية أخرى. وكان أيضا عدد من المستشارين في الرئاسة اللي نفس الشيء استقالوا لأنه اعتبروه أنه ضعيف وأنه يتبع النهضة ولا يستطيع أن يعارضها. وحتى هو نفسه يعني في مؤتمر الحزب وحتى حكى مؤخرا مع صحيفة الفيغارو الفرنسية وقال أنه النهضة تريد تستحوذ لكنه غير قادر على يعني ممكن القيام بشيء ملموس، نظرا لأنه أيضا النظام صار بعد الانتخابات أغلب الصلاحيات الرئاسية حولت إلى رئيس الوزراء. بقى للرئيس صلاحيات، ولكن صلاحياته دائما مربوطة باستشارة رئيس الوزراء، في حين أنه رئيس الوزراء بإمكانه أن يقوم أو يتخذ القرارات اللي يريدها، فيؤخذ على الرئيس المرزوقي. الكل يعرف أنه إنسان، الكل يقول لك أنه إنسان نزيه وأنه إنسان جيد وأنه إنسان يحترم الآراء، ولكنه يبدو ضعيفا أمام سيطرة حركة النهضة، الحركة الإسلامية. ظاهرة السلفية يعني ممكن إذا رجعنا بسهرة هم غير مؤطرين إلى الآن لأن ظاهرة جديدة، يعني فيهم أيضا بعض الاختلافات. السلفية العنيفة هي قليلة في العدد، تؤمن بالعنف، لكنهم طبعا لأنها أعمال عنف لأن المجتمع التونسي غير متعود على هذا، تأخذ نصيب كبير في وسائل الإعلام. أيضا عندنا ظاهرة يعني صار شيء ظاهرة جديدة في تونس، تقريبا في كل المناطق في كل يوم وكل المؤسسات وكل يعني الأطباء المعلمين في إضرابات صارت دائمة يوميا تطالب بتحسين المعيشة عموما وتطالب بحقوق أكثر. وهذا قد يكون طبيعي يعني لأنه قبل كانوا محرومين، حاليا كل من يحس أنه من حقه أن يأخذ شيء يخرج للتظاهر، إلى درجة أنه حاليا أصبحت ظاهرة البعض يرى أنها قد تهدد الوضع الحالي في تونس، خصوصا مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية المجلس التأسيسي اللي تنتهي في 23 من هذا الشهر، وربما نتحدث عن هذا بعد قليل. الظاهرة الأخرى هي عودة الاتحاد العام التونسي للشغل، عودته بقوة. الاتحاد العام التونسي للشغل ظاهرة في الحقيقة هو من يوم تأسيسه، وأسس كان زعيمه فرحات حشاب مناضل
تاريخي معروف في الأربعينات، كان قتلته يعني بالمناسبة قتل فرنسا، قتلته لأنه كان طبعا معارض للاستعمار الفرنسي، لأنه الاتحاد ظل قوة لم تقدر عليها فرنسا، ولم يقدر عليها بورقيبة، ولم يقدر عليه حتى زين العابدين بن علي برغم كل قمعه، برغم كل شراءه للذمم لم يقدر عليه هو حتى الثورة. يعني البعض ويرون أنا منهم أنه الثورة في تونس لم تنجح ولم تصبح حقيقة ثورة إلا يوم تقريبا في اليوم 11 أو 12 يوم اللي الاتحاد العام التونسي للشغل قرر أنه يساند الإضرابات القليلة المحلية اللي حدثت في سيدي لوزيل. يعني كانت 50 شخص في البداية أو شيء، يعني تظاهروا أمام البداية وأمام المحافظة وكبرت شوية، لكن يوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل وافق قرر أنه هذول المواطنين لهم حق تقرير، يعني جرفت الثورة للبلاد. والشيء الإيجابي فيه أنه لا يريد أن يتدخل كثيرا في السياسة، يعني حتى لما قامت الثورة وقرروا تأسيس حكومة مؤقتة عرضوا عليه على الاتحاد العام التونسي للشغل 3 مناصب وزارية ورفض. يعني مش طمعا احنا هذه ليست قضايانا، قضايانا هي الحياة اليومية للناس وحقوقهم المعيشية وحقوقهم كعمال وما إلى ذلك. يعني فعاد الآن بقوة، هو مؤخرا يعني عمل حوار وطني يوم السبت والأحد وجمع فيه القوى السياسية على أساس محاولة الخروج من المأزق، لأنه كما قلت يوم 23 هذا الشهر تنتهي صلاحية المجلس التأسيسي وتنتهي صلاحية الانتخابات أو شرعيتهم، ولم تحدد مواعيد الانتخابات وما إلى ذلك. الظاهرة الأخرى اللي يعني أصبحت واضحة للعيان ولم تكن موجودة في المجتمع التونسي، المجتمع التونسي متجانس عموما، يعني حتى على مدى تاريخه متجانس، يعني من الناحية الدينية كله تقريبا مثله في أغلب شمال أفريقيا لما يكون كلها على المذهب المالكي، ما فيهش تقريبا يعني ما فيش مشاكل مطلقا. يعني والناس غير متعصبة وتقبل بعضها. اللي حصل الآن وأعتقد أنا شخصيا هذا بسبب أخطاء سياسات النهضة والتيار الإسلامي في تونس، أنه المجتمع تقريبا سياسيا قسم عموديا، إسلامي غير إسلامي، يا إما مع النهضة وسياسات الإخوان المسلمين أو ضدها. يعني تقريبا يمكن تقسيم المجتمع أو الفكر السياسي في تونس حاليا بهذا الشكل، وهذا أعتقد أنه من المشاكل ومن الأخطاء، لأنه صار يعني صار حتى فيه نوع من العداء اللي الناس مش متعودة عليه، خصوصا لدى القواعد. يعني لابد أن نعترف أنه على المستوى القيادات تحترم بعض ولا زالت، ولما أقول العداء يعني العداء مش بالعنف، العداء فيه كلام ضفضي على الإنترنت في الفيسبوك ما إلى ذلك، لكن المجتمع قسم بين يا إما مع الإسلاميين النهضة وهذا أو ضدهم. لما أقول الإسلاميين عموما أقصد النهضة، لأنه السلفيين إلى الآن يعني ما عدا السلفيين أنفسهم ما في حدا معهم، يعني حتى في عائلاتهم البعض منهم تلاقي واحد سلفي هو منبوذ من عائلته ومكروه. يوم 23 من الشهر هذا تنتهي مدة صلاحية المجلس التأسيسي. هو في الواقع لما قامت الانتخابات كان هناك سؤال، يعني كم ستكون صلاحية هذا المجلس وما هو دوره؟ دوره كان أنه سيقوم بالدستور، إيجاد تشريعات جديدة وتهيئة الانتخابات قادمة. كم المدة؟ المدة لم يتفق عليها قبل الانتخابات، لم يتم تحديدها، لكن كان هناك اتفاق عام أنه مش أكثر من سنة. وحتى رئيس الجمهورية نفسه طلع وتكلم في التلفزيون قال من الأفضل أنه لا يكون أكثر من سنة، لأنه لا نريد يعني أن يكون هناك نوع من الطمع في السلطة، ووصلنا إلى السلطة وأريد السيطرة عليها حتى لا يحس المواطن التونسي أنه فيه سيطرة على السلطة. فكان فيه توافق ضمني لدى الجميع أنه السنة تخلص يوم 23 أكتوبر. حدثت كثير من النقاشات،
الحكومة قالت إنه ممكن نوسع نجيب، يعني الآن إحنا ما حضر الدستور لم يكتمل، يعني بعد جاهز تقريبا لكنه لم يتم المصادقة عليه. في بند اللي هو أحدث مشكلة، وهذا غريب فعلا. البند يطالب، مش يعني ممكن البعض يظن أنه قضية الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك، هذا لا، يعني الشريعة الإسلامية قوانين تستمد من روح الشريعة الإسلامية وليس من هو تجريم التطبيع مع إسرائيل. الغريب في هذا أنه حركة النهضة والإخوان المسلمين عموما على مدى تاريخهم كله وهم يطالبوا بهذا، لما وصلوا إلى الحكم صاروا هم اللي مش موافقين عليه. صارت القوة وعملوا اجتماع من أيام القوى الموجودة على الساحة التونسية تطالب، وفي احتجاجات أمام مقر الحكومة في القصبة تطالب بوضع بند. يبدو أنه حركة النهضة تنازلت نوعا ما، قالوا يعني عليها ضغوطات من الخارج وما إلى ذلك، أنه أوكي لكن ما نخليش يعني نخليه في الملحقات. يوجد هذا البند لكن نخليه في الملحقات وليس في هذا. أخذ بعض الوقت الأمر هذا لأنه أصرت الناس على تجريم التطبيع. أنا قلت أنه من شوية التونسيين عموما ما كانتش يعني كان مجتمع متلاحم عموما ما عندوش مشاكل. أتذكر أنه جيلي مثلا ما كانتش عندي مشاكل كبرى، لقمة العيش وما إلى ذلك كذا، يعني ما فيش لا حروب لا في طوائف ولا في مشاكل. كانت القضية الكبرى تقريبا لدى كل التونسيين من جيلي هي القضية الفلسطينية، مش حتى قضية تونسية يعني. ف فلسطين لها معنى لدى كل تونسي تقريبا، وأنه أنت يعني خصوصا موقف النهضة في الواقع والإخوان المسلمين فاجئ الكثيرين، فاجئ الكثيرين لأنه عمرهم كله ينادوا بهذا البند، وأنه كانوا ما يحضروش أحيانا تكون فيه ندوة أو فيه شيء. هذا قبل ما يتم انتخابهم، يعني بعد خروج بن علي وقبل انتخابهم، إذا كانت ندوة وفيها ناس عرفوا ب أنهم كانوا مطبعين مع إسرائيل، كانوا جماعة النهضة ما يحضروش احتجاجاً على وجود هؤلاء. الآن صاروا هم الوحيدين تقريباً اللي رافضين لهذا البند التطبيع. فالمهم يعني أنه صارت فيه اقتراحات أنه قبل 23 أكتوبر يتم توسيع الحكومة، يتم جلب وزراء آخرين وتوسيحها من قوى سياسية غير مشاركة في الحكومة. لم يحدث هذا، أغلب القوى اللي مش مشاركة في الحكومة توصل تقريبا 30% يعني مستوى حسب النتائج الانتخابات، يعني ما رفضوا هذا. ف الاتحاد العام التونسي للشغل قام بمبادرة وجاب الترويكا هذول، وتقريبا يعني توصلوا إلى قرار أنه في ستتم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 23/6 من السنة الجاية، وجولة الإعادة يوم 7/7، وأنه النظام، لأنه صار في هذا المشكلة النهضة والإخوان المسلمين رايدين نظام يقوم برلماني، في حين أن الأغلبية تريد برلمان، عفواً نظام رئاسي ولكن مع تحديد سلطات الرئيس. فتم التوافق على أنه التاريخ هو يوم 23 جوان، وأنه تكون السلطات متوازية، يعني لا توجد سلطات مطلقة للرئيس ولا سلطات أيضاً مطلقة لرئيس الوزراء، وعلى أساس أنه هناك توافق داخل السلطة التنفيذية وبين السلطات الثلاث. تفاصيل هذا الاقتراح لم تظهر بعد للناس. ردود الفعل لازالت طبعا فيه الكثيرين اللي غير راضين بهذا، لأنهم اعتبروا أن الشرعية الانتخابية تنتهي يوم 23 أكتوبر، فلابد من شرعية توافقية، ما يسمونه بشرعية توافقية، أنه ما توافق الآن نأتي بحكومة مؤقتة تشارك فيها القوى السياسية كلها، يكون أغلبها من المختصين، تهتم خصوصا بالحالة الاقتصادية والأمور المعيشية للمواطن. لأنه إذا قبلنا بوجود هذه الترويكا اللي حاكمة الآن وما زال، ستستغل كل شيء
لحملة انتخابية، أنه ستستغل الفترة هذه مدامها هي في الحكم، ستستغلها لفترة كحملة انتخابية لحد وصول الموعد. في تطمينات من الجميع أنه هذا لم يحصل، وأنه إحنا مستعدين برغم هذا الموسع في الحكومة، لكن إلى حد الآن ما زالت لم يحصل يعني شيء نهائي، والاضطرابات والاحتجاجات ولكن بصفة سلمية، ربما لهذا لا نسمع عنها كثيرا، احتجاجات واعتصامات ما زالت موجودة. ما دام الاتحاد، إذا الاتحاد العام التونسي للشغل وافق عليها، وافقت عليها التروكة، فهذا هي أغلبية تقريبا الشعب التونسي، وقد يحصل هذا يعني. الدستور طبعا تقريبا وضع يعني الدستور، لكن لم يتم المصادقة عليه على أساس أنه دستور كما قلت يعني السلطة فيه توزع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأنه الشريعة الإسلامية هي روح يعني القوانين تستمد من روح الشريعة الإسلامية، وأنه لا تراجع عن مكتسبات المرأة وعن مجلة الأحوال الشخصية. هذه هي كانت أكثر النقاط اللي تؤرق في العادة المواطن التونسي سواء كان رجل ولا مرأة يعني بالحقيقة، لأنه التونسيين يعتبروا أنه هذه مكتسبات وأنه من المستحيل التراجع عنها. فبانتظار يعني بانتظار المصادقة عليه. هذا في يعني في الحالة السياسية عموما. المشهد الاقتصادي يعني إذا هناك ميزة للمشهد الاقتصادي في تونس أنه غير واضح. ثورة المناطق اللي قامت بها هي المناطق المهمشة، فيه كثير من الظلم لبعض المناطق، فيه فقر، فيه ما إلى ذلك، لكن النظام الاقتصادي هو نفس الشيء، التواصل يعني على أساس النظام اقتصادي رأسمالي دون تغيير أي شيء، يعني حتى النهضة قالت هذا الكلام. الأرقام إن صح التعبير يعني عشوائية بشكل مش طبيعي. النهضة والحكومة تعطيك أرقام، المجتمعات أو منظمات المجتمع المدني تعطيك أرقام أخرى. يعني يطلع وزير يقول لك نسبة النمو في 3 أشهر الماضية 6.2% في تونس، يطلع وزير بعده بيومين من نفس، مش فقط من نفس الحكومة إنما من نفس التكتل السياسي اللي هو النهضة، يقول 4.1%. تيجي المنظمات العالمية تبتدي تقوم بتخفيض مستوى تونس على مستوى الاستثمار العالمي، لأنه الاقتصاد لا ينمو، لأن وضع الاستثمار يعني صعبا نوعا ما. تطلع مسؤولة في التلفزيون تقول احنا مجهزين 6,000 او عملنا 6,000 مشروع اقتصادي يعني، وهذا في التلفزيون يعني انا بنفسي استمعت لها يعني عملنا 6,000 وكذا، يمكن تقصد مشاريع صغيرة وكذا، لكن وينها على ارض الواقع؟ عم بنرتبها او ما الى ذلك، يعني اشياء من هذا النوع. يعني كانت يعني فيه في البداية كانت في طموحات مشروعة للناس، وهذا عادي، خصوصاً لما تقوم ثورة يعني مواطن عادي خرج الرئيس خلاص يعني كأنه يعني السماء ستنزل مطراً من ذهب، لكن الواقع غير هيك. ثم الحقيقة الحكومة وعدت كثيراً، وكانت وعودها غير مبنية على دراسات اقتصادية أو مالية علمية أو حقيقية، لا وعوده رح نعمل ونعمل بعدين ما حققتش الكثير. هل تغير كثيرا عن قبل؟ لا، يعني الأمور ماشية، حتى لما تروح وتزور ماشية، في عمل، في ناس تشتغل، في كذا موجود، يعني لم تصبح أسوأ بالنسبة للمواطن عادي مما كانت عليه في عهد بن علي، الأمور ماشية. نسبة الفقر حسب اللي هو دولارين في اليوم 24.7%، وهذا بصراحة يعني يعتبر رقم كبير جدا 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 في بالنسبة لتونس، برغم أن الدولة ما فيهاش ثروات، لأنه يعتبر رقم
مقارنة بالتاريخ يعني يصل هذا إلى 56% في المناطق الداخلية اللي هامشها بن علي وهامشها حتى بورقيبة في الواقع 56%. البطالة نسبة 18%. الأرقام هذه تيجي الحكومة وتختلف، تقول لا البطالة في حوالي بس 8 أو 7%، يعني إلى الآن غير الأمور غير واضحة 100%. وهذه من الأسباب اللي خلت إحدى المنظمات تسحب تونس من قائمتها، قالت لأنها أرقامها غير واضحة، يعني غير قادرين إحنا على نحكم أنه راح يطور لا، فسحبت، وهذا كان مؤشر سيء يعني. يعني فيه بعض البلديات مثلا صعب، خصوصا بلديات الداخل، يعني ميزانيتها أحيانا لا تجد حتى ميزانية للتنظيف والنظافة وما إلى ذلك، فيقوم أحيانا المواطنين بالتنظيف. الشيء الإيجابي إنه الحكومة يعني لما حاولت أنها تأخذ قروض، لأنه طبعا يعني بعد الثورة الأمور توقفت نوعا ما اقتصاديا، وصارت بعض القلاقل والمشاكل، وصار صعب الاستثمار، وصار حتى بعض الأعمال واليعني بعض المصانع أغلقت. من الأسباب أنه كما قلت يعني 60% من الاقتصاد التونسي كان في يد العائلة الحاكمة، يعني حتى تتم مصنع أوكي مفتوح يعني كيف لازم الأمور تترتب، فتوقفت الأمور على ما، وكان هذا تسبب في بعض الخسائر. إلا أنه من الأشياء الإيجابية أنه تونس لم تذهب مباشرة إلى البنك الدولي أو ما إلى ذلك، حاولت أنه تأخذ إعانات أو قروض مخفضة أو ميسرة من البنك الإفريقي، من بعض البنوك الشرق الأوسطية أو الخليجية. قد يرى البعض أنه ربما تشترط عليك بعض المواقف السياسية، لأنه يعني لاحظت من البحث أنه فعلا هم حاولوا ينوعوا وحاولوا يأخذوا قروض مخفضة، وسعوا يعني سعوا الحكومة نهضة فقط اللي هي تمتلك الأغلبية في الحكومة أيضا، إنهم من الاتحاد الأوروبي مثلا، ونجحوا في هذا وأعتقد إنه مع الوقت ستتحسن الأمور اقتصاديا نوعا ما، لأنه فعلا في تخطيط لكثير من المشاريع، لكن صحيح أنها لم تبدأ، يعني في الكثير منها لم يبدأ بعد، لكن في تخطيط مشاكل الثقافة، يعني مسألة الثقافة لم تتغير كثيرا، يعني فيها عقليات، العقلية في المواطن التونسي عموما يحب يقرأ، من يحب يطلع على كل الصحف، على كل المجلات من جميع الدول. يعني كنا واحنا شباب جينا من العراق، من لبنان، من مصر، من ليبيا، من كل دول عربية تقريبا جينا الصحف والمجلات الأدبية والثقافية وما إلى ذلك، ونشتريها ونفتخر بنشتريها. وصح أنه هذا قل، لكن هذا لم يقل بسبب الثورة وما إلى ذلك، إنما يعني الظروف الاقتصادية، لأنه الثقافة عموما يعني قل الاهتمام بها تقريبا. ما زال هذا موجود، وحتى الحكومة لم تحاول أنها توجه ثقافة. يعني وقعت بعض المشاكل في البداية، وزير الثقافة يعني مهرجان كرتاج ومهرجان برقة ومهرجان وما أسفاقس، يعني المهرجانات اللي يجوا مغنيين من كل تقريبا من العالم، بلدان العالم، من العالم العربي وما إلى ذلك، كان وزير الثقافة يعني قال لا، هذا يعني لابد أن نحافظ على الأخلاق وما ذلك، وهذا الفن لنقله هيفاء وهبة لنقبلها وما إلى ذلك، فقامت عليه حملة، قامت حملة كبيرة. وقضية النهضة عموما لما تقوم عليهم حملة يتراجعوا، يتم دائما التراجع. ما زالت الأمور تقريبا ماشية، توجد الدور الثقافية كعالي يعني وتنشط وبحرية، يعني بحرية ما عليهاش ضغط، يعني لا هذا كتاب كفر ولا هذا حرام ولا لا، يعني ما زالت الأمور ماشية تقريبا بنفس المستوى. التعليم نفس الشيء. أنا استغربت أنه لأنه كانت دائما قبل الثورة وتاريخ حركة النهضة وما إلى ذلك أنها تركز دائما على التعليم، أنه لا بد من إصلاح التعليم، من تصحيح مساره. طبعا
تصحيح مسار في إطار رؤيتهم هم للحكم ولتصحيح المسار. إلا أنه يعني ظل التعليم تقريبا برامجه كما هي، فيه موجودة يعني هي توجد لجان في كل مجال، سواء في الثقافة سواء في التعليم أو ذلك، لمحاولة وضع أسس التعليم وبرامج تعليم مدرسات وتدريس وكذا، وأغلبها مختصة، وأعتقد أن الأمور ماشية بسلاسة. ما حاولت حركة النهضة القيام به هو تأسيس تعليم، أقولها بين قوسين يعني موازي، هو ما يسمى عندنا بالتعليم الزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، وأنه أنشئت بعض المعاهد إن صح التعبير في بعض المناطق فقط لإنشاء يعني للتعليم الزيتوني، لكنها قليلة وليست بنسبة كبيرة وغير مؤثرة بالواقع يعني على المستوى العام. ربما يعني حست حركة النهضة أنه هذا صعب أنهم يسيطروا على قضية التعليم، وأن هذا مكتسب يعني التونسيين عموما لن يوافقوا عليه. ممكن الشيء اللي أثار إلى جانب يعني السياسة اللي أثار بعض المشاكل، وقع في بعض المشاكل، هو الإعلام. يعني في البداية صارت مسألة فك الارتباط، فك الارتباط بالنظام القائم، يعني هذا بعد الثورة يعني بعد الانتخابات. يعني أعطي بعض الأرقام، الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بعد الثورة يعني تلقت مطالب التراخيص ل 74 إذاعة. يعني تونس من ساحة دولة صغيرة، عدد سكانها 11 مليون، ف 74 إذاعة بمعنى أنه ليس فقط كل مدينة، حتى بعض القرى يمكن تلقي يعني تلقي فيها إذاعة، ويعني وطلبت أيضا تراخيص في حوالي 15 قناة تلفزيونية، وعدد كبير يعني بالعشرات للصحف. الوقت الحاضر في تونس فيه أكثر يعني الدولة 11 مليون دولة صغيرة، مساحة 165 ألف كيلومتر مربع، في حوالي 200 عنوان صحف، يعني حوالي 200 صحيفة. بين هذا يعني بين أسبوعية، نصف شهرية، محلية، جهوية، اقتصادية. عفوا؟ حوالي 200. يعني أنت تروح الشارع ورقيبة تريد تشتري الصحف، إذا تأخذ أنا رحت من حوالي 3 أشهر تقريبا من محل واحد قبل ما أروح المطار، أردت أن أشتري من كل عنوان عدد من الصحف فقط اليومية، أعتقد كان فيهم صحيفتين أسبوعين، جئت 38 صحيفة. فهذا من محل في في 15 قناة تلفزيونية تونس، وفيها أيضا يعني مشاريع لتأسيس قنوات أخرى، وفيها عشرات المحطات الإذاعية، يعني أغلبها المحطات الإذاعية الجهوية. فيها المحطات طبعا اللي كانت تابعة للدولة، ولما أقول كانت تابعة للدولة يعني كانت على ملكية العائلة المالكة، وخصوصا عائلة زوجة الرئيس. يعني هل أنه هذا ظاهرة صحية أم أنها مشكلة؟ في الواقع أنه يعني سلاح ذو حدين، لأنه تونس لم تتبع سياسة الإقصاء حتى بعد الثورة. وهنا يعني أفتح قوس سريع أنه حركة النهضة ومن الظواهر اللي حدثت في المشهد السياسي أيضا وجود ما يسمى هذا التجمع السياسي وحزب نداء تونس. نداء تونس لأنه تونس يعني بعد الثورة لم تؤمن بقضية هذه الإقصاء، لأنه أغلب الناس أقصيت من السياسة، فالقوى اتفقت على أنه حتى من عمل مع الحزب السابق إذا لم تلطخ أيديه بالدماء ومن حقه أنه ينشب سياسيا، هو ابن البلد، هو يعني إذا وصلنا عقلية الإقصاء هو أقصاني لأنه مخطئ وأنا أقصيه، فتصير نوع من الثقافة ونوع من العقلية عقلية الإقصاء. فلم يتم يعني حتى صفر الرئيس عنده 2 في البرلمان يعني، فرئيس السابق قصدي، ف
فهذا خلى ايضا انه بعض القوى اللي كانت موجوده في العهد السابق اعلاميا وكذا اسست صحف واسست مجلات ثم هذا نداء تونس ظهر يتهم بانه اغلب من جماعات الدستوريين القدامى او من يعني الحزب الحاكم القديم وذلك، لكن هو في الواقع خليط، وهو جمع تقريبا كثير من القيادات اللي هي ضد التيار، تيار النهضه بالذات. يعني ربما يفهم انه لما اقول ضد التيار الاسلامي انهم ضد الاسلام، هذا لا، في تونس لا، في فهم معين للاسلام، لانه النهضه فعلا يعني تغير مواقفها وتتلاعب. يعني في البدايه وافقوا على عدم اقصاء، مؤخرا لما حزب هذا نداء تونس يعني ينضم اليه الكثيرين حتى يقال انه صار هو القوه الثانيه في البلاد حاليا بعد النهضه، الان تريد النهضه انها تصدر قانون وتشريع يمنع العمل السياسي على من كان يتعامل مع النظام سابقا او كان عم سياسي. هذا فعلا يعني وضع وهي تحاول مع بقيه العناصر المكونه للترويكا المؤتمر من اجل الجمهوريه والتكتل انها تصدر هذا القانون، لكنها لاقيه مصاعب، البقيه غير موافقين، لانه فعلا في ادانه لها. يعني انتم في البدايه وافقتوا، لكن الان لانهم صاروا يزاحموكم فصارت يعني صرتوا تريدوا تقصيهم. فالمشهد الاعلامي الان مليء، يعني كل من عنده شويه فلوس وعنده فكرتين خلاص يجيبوا ويعمل. صارت في ظاهره الشتم اللي مش متعودين عليها في تونس، يعني نوع من الشتم، نوع من تشويش الرؤيه في الواقع. يعني لما تكون تكثر الصحف في المواطن العادي والانسان العادي تتشوش الامور امامه، مين الصح مين الخطأ مين كذا. الدولة إلى الآن لا زالت تمتلك العديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية، وهذه أحدثت مشكلة لأنه أرادوا أنهم يغيروا رؤساء التحرير، وحست الناس أنه فيه محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام التابعة للدولة، واللي مسؤول على أمر هذا هو لطفي زيتون. لطفي كان يعيش في بلاد، واشتغلت أنا وياه، كنا نشتغل مع بعض في نفس القناة، وكنت أقدم برنامج تلفزيوني حواري، كان هو المنتج بتاعي. إنه في محاولة للسيطرة على هذه الصحف وعلى وجود رؤساء تحرير غير مهنيين، يعني بسبب الانتماء السياسي وليس بسبب الانتماء أو القدرة المهنية. النقابة، هنا يأتي دور الاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى، اللي هو فعلا قوة خفية، إنه اللي طالبوا به إنه من حق الحكومة أنها تعين رئيس تحرير لقناة حكومية أو صحيفة حكومية، لكن يجب أن يكون هذا بالتوافق مع نقابات الصحفيين المنتخبة. يعني تجيبوا إنسان مهني توافق عليه الناس بالانتخاب أو يوافق، يعني يصير نوع من التوافق، حتى هذا يمنع سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، لأنه أمامنا انتخابات قادمة في شهر 6، فإذا تم السيطرة على وسائل الإعلام طبعاً سيتم السيطرة على كثير من العقول، وهذا ما حدث مع العريضة الشعبية والهاشم الحامدي وقناة المستقلة. مع هذا لم تستطع، يعني دار الصباح قاموا بإضراب جوع، وقفت الناس معهم، لم تستطع حركة النهضة لحد الآن أو الحكومة خلينا نقول أنها تغير رؤساء التحرير، لأنه فيه وعي. يعني حتى الحكومة لما تشوف أنه فيه معارضة قوية وكذا تحاول أنها تحاور، وباب رئيس الجمهورية المؤقت مفتوح، يعني بيروحوا له بيحاوروا. ف ما زالت يعني هذه قضايا فك الارتباط وكذا ما زالت موجودة، لكن الصحف تصدر والصحف تكتب فيه طبعا الحرية، يعني هذه ما عليهاش أي مشكل. يعني يقوم أحيانا ببعض المشاكل، يعني من ناحية الاعتداء على بعض الصحفيين وما ذلك، لكنها قليلة إلى درجة كبيرة. من الناحية الأمنية أنا استغربت، يعني
أقرأ إحصائية لمنظمة مستقلة أنه 25% من التونسيين تعرضوا لاعتداء أمني. هذا يعني مش إحصاء تم من خلال يعني هذا نوع من سبر الآراء. سألوا أعتقد حوالي 1700 شخص أو ما إلى ذلك، فأخذوا أنه 1 من 4 تعرض لاعتداء أمني، لكنها يعني للحق قال أنه زي في بريطانيا مثلا إذا شرطي يرفع عليك صوته يعتبر verbal abuse، اعتداء، ولكنه في الواقع يعني مجتمعاتنا أعتقد أنه متعودين عليه بدرجة كبيرة، يعني مش الاعتداء اللي لكن المشكلة في الأمن أنه يعني هذا تربى 23 سنة تحت بن علي، وأنه أنت لا تقدر أنه تشيل الأمن كله وتجيب ناس جدد، مستحيل. يعني إحنا جيشنا تقريباً 35,000 في تونس، الأمن 118,000 في عهد بن علي. أو هذا حدث في مصر، يعني مصر الجيش مش عارف أقل من 700,000 شيء، والأمن يعني مرة بقرأها في الجاردن أكثر من الصين. يعني الصين فيها 1,000,000، أعتقد مصر فيها 1,480,000 رجل أمن. يعني تقوية الأمن اللي يحمي الرئاسة على حساب تقوية الجيش اللي يحمي البلد، وهذا حدث في تونس. فيعني 118,000 من المستحيل أنك تغير، لأنه عقلية خلاص. مع إنه الحق أن الرئيس القديم كان بن علي، كان الأمن الشرطة العادي كذا كان من ضمن ما يتعلموه في خلال تدريبهم بند خاص بحقوق الإنسان وحقوق المواطن، كيف تتعامل معه. لكن هذا كان لا يعني كان فيه الشرط العادي كان تحس فيه احترام وكذا، لكن كان هؤلاء لم تكن لهم قيمة أهمية. الأهمية أغلب رجال الشرطة الآخرين يعني. فالمهم كما يعني صحيح أنه في التطبيق يعني التطبيق يجيب ربي في دونس، نقول بمعنى أنه كلام لكن الفعل شيء آخر. حصل بعض الاعتداءات على المثقفين، حصل من قبل السلفيين، حصلت حتى لما يقال انه النهضة والاسلاميين والسلفيين لهم بعض الميليشيات، لكن انا شخصيا اعتقد انه القيادة مستحيل قيادة النهضة يعني توافق على شيء من هذا النوع. هناك محاولات لاصلاح الوضع الامني، هناك طبعا المستفيدين من حالة الفوضى من رجال الامن السابق يقوموا يعني يحاولوا انهم يستغلوا من الفاسدين، طبعا كان يحاولوا انهم يستغلوا الوضع. صارت عندنا ظاهرة جديدة غريبة بصراحة عن المجتمع التونسي ما يسمى بالبراكاجات، مثل البراكاج الفرنسية. يكون الناس يعني حدا ماشي بالليل في أي مكان يعني، وحدثت صار منتشرة يعني منتشرة مقارنة بصراحة اللي كان يحدث قبل، يعني ممكن هي لازال الظاهرة. يكون الإنسان مار بالليل أو شيء تعرضوا له ويأخذوا منه فلوسه ويضربوه يعتدوا عليه ويهربوا، صارت واضحة ده تقرأها يوميا في الصحف. هناك محاولات لإصلاح الأمن قد تطول بعض الشيء، لأنهم يريد يعني لأن الحكومة عموما تريد إصلاح المؤسسة الأمنية على أسس صحيحة، وهذا يعني سواء وافقنا احنا النهضة والحكومة على الموافق، سواء انتقدنا الوضع الأمني اللي هو ربما طال نوعا ما إصلاحه، لكن هذه ثورة مش في يوم وليلة تتغير. يعني الأمور عقلية، المشكلة دائما في العقلية، أن التعود على الفساد وتعود أنه الشرطي أو البوليس السري ده هو بعقليته أنه هو يريد يتحكم فيك، صرت أنت بتيجي وبتناقش وتوقف أمامه وتقول يعني ما زال هذه كلها ارتدادات يعني لازالت. لكن في المجمل هناك يعني تقريبا محاولات الإصلاح، يعني أختم أنه هو ربما يعني الواقع الثابت والمتغير. وفي السياسة ما فيش ولا شيء ثابت، يعني يمكن الثابت الوحيد هو هذه محاولات التغيير اللي موجودة الآن في المجتمع التونسي، يعني برغم ربما كل النواقص، لأنه الثورة ما زالت صغيرة صح التعبير يعني في بدايتها، وأنه قد تأخذ الوقت، لكن مقارنة أعتقد أنه هناك عيون
تشاهد دائما وتحرص هذه، يعني المواطن يتابع كثيرا، هذا شيء جيد. وإذا حصل نقد أو اختراقات أو فيتم دائما انتقاد، يتم انتقاد رئيس الجمهورية، يتم انتقاد رئيس الوزراء، تفتح التلفزيون التونسي مزايا يعني حوارات بين دائما موجودة، الحوارات تلقي رئيس وزير الداخلية من هنا، وتلقي مواطن عادي أو صحفي أو كذا، ويصير نقاش ويتهموا فيه وزير الداخلية. وهذا حدث مثلا مؤخرا، تم اغتصاب فتاة في تونس من قبل عوني أمن، وهذا أحدث ضجة كبيرة جدا. يعني حتى البعض، أنا قرأت يعني لست أدري كان هذا دقيق 100% أو لا، ولكنه فعلا أثر، يعني أنه حركة النهضة خسرت كثير من مناصريها، وخسرت يعني أنها لم تعد هي، يعني لو تصير انتخابات ستخسر كثير بسبب هذه الحادثة، لأنه نوعا ما وكأنه تم حماية هؤلاء، وكأنه يعني صار دائما صار الاتهام الفتاة هي نفسها، هي كانت هي وخطيبها جالسين في سيارة وتم الاعتداء عليهم. وعقلية المواطن التونسي يعني هي وخطيبها جالسين في سيارة، ولا حدا له دخل، يعني ما إلا بدخل أنت بها، أنت مو معنا شرطة دينية إحنا اللي وهي بش تعمل ولا هو بش، كانوا جالسين يحكوا، تيجي أنت تغتصبهم بأي حق؟ حاولوا نوعا ما التبرير وإدانة الفتاة، لكن كما قلت يعني فهو هناك عيون تحرس، جاءت الفتاة جابوها على التلفزيون هي وخطيبها أكثر من مرة، نعم تحدثت وأثرت وقالت أنا أكثر شيء إنه ألمها إنه هي اتهموها برغم الاغتصاب، اتهموها مخل. والقاضي اللي كان هو مناصر اللي أعتقد كان النهضة، إنه قالها لو فتحت فمها، يعني حاكموها، حتى صار أرادوا حتى إنهم يحاكموها، هي البنت أرادوا إنهم يحاكموها بأنها خرجت، أنها خرجت وأعلنت عن شيء لا أخلاقي للعموم. يعني مش معقول هذا، ضحية صارت هي، صارت هي الضحية. فاللي حدث أنه صارت نوع ردة فعل سيئة جدا من قبل الناس، والتلفزيونات تحدثت وكذا، ففيه ما يحرس هذه الثورة. يبقى دائما طبعا هناك الضغوطات الخارجية وما إلى ذلك، ولكن نأمل خيرا، يعني مهما كان الوضع أحسن من كان عليه في السابق على الأقل. يعني كل ما أتمناه أنه لا تكون على طريقة الديمقراطيات القديمة في أمريكا الجنوبية، اللي تلخص بأنه أنا كحاكم أفعل ما أريد، أنت كمعارض قل ما تريد، أنت تحدث، يعني يمكن تتحدث منه ما رح تغير شيء، يعني تتكلم وتنتقل، لكن أنا في موضع الفعل أفعل ما أريد. فالحديث الإعلام وفي الصحف وكذا ونقد موجود، لكن الحقيقة أنه بتخاف الحكومة من النقد الشاد الحاد، وفيه مراقبة الآن. وشكرا لكم على استضافتي في أحسن الأيام. إخواني الكرام، بالنسبة للأسئلة أود أن الأخ هو كل واحد من يسأل يرفع يده والأستاذ سيقوم به. فضل. شكرا للأستاذ. حول القضاء نسمع. حول القضاء بعد مستقيل أو قال مستقيل. ممكن نأخذ بعض الأسئلة وبعدين تفضل. شكرا على ما أديت بي من معلومات. سؤالي كان ودي أنه تتقدم بشكل بسيط عن الخارطة السياسية اللي موجودة الآن في تونس. يعني إحنا نعرف الآن أكو نهضة وأكو سلفيين وأكو حزب المرزوقي وأكو اتحاد التونسي للشباب، أكو منظمات أخرى يسارية قومية كذا، حتى لا لو تصير بها تعريف بسيط. بعدين السؤال الآخر هو موضوع العريضة الشعبية، كان مفاجئ أنه ما حصلت عليه من أصوات، هو يشتمثل يمين يسار وسط قوميين إسلاميين، يعني ما يمين على يعني. تسمح نأخذ ثلاثة أسئلة بعدين بالشكل اللي كنت أسئلة أجاوب بعدين أوكي لو سمحت.
بالنسبة للقضاء يعني فعلا القضاء حصل فيه مثل ما حصل في أغلب المؤسسات يعني مثل الإعلام مثلا أو البنك، حتى البنك المركزي أرادوا يشيلوا رئيس البنك المركزي بعدين ما قدروش بعدين انشال. فالقضاء تقريبا نفس الشيء، يعني القضاء لم يكن في عهد يعني طبعا لم يكن مستقل، لكن مثلا القضاء في مصر في عهد مبارك كان غير مستقل، لكن كان في نسبة كبيرة من الاستقلالية، كان في كثيرين مستقلين. يعني طبعا الوضع الحالي أحسن بكثير، والمشكلة الحاصل نفس ما هو مشكلة في الحاصل في الإعلام، الحكومة تريد أنها تعين قضاء معينين يرفضوا قضاة وقاموا بتظاهرات واحتجاجات وإضرابات جوع، تتراجع الحكومة لأنه الحكومة تقول اللي تريدوه أنتوا هذا من العهد السابق، هم يقولوا لا أنتوا تجيبوا ناس غير كفئين وتابعين للنهضة. لكن عملية المراقبة مثلا عملية اغتصاب الفتاة، يعني القاضي هذا حاليا اللي أراد أنه يحاكمها وكذا صار هو في مشكلة، فهذا شيء جيد، هذا يمنح القضاء حد من الـ من الـ من الاستقلالية. يعني الناس كلها تنتظر في أخطاء بعض، إذا أنت قمت بأخطاء عندنا الصحافة عندنا التلفزيون عندنا وسائل الإعلام ويقوموا بفضحه. فمستقل نسبيا نعم، لكن كعقلية هناك مثلا ثقافة وتاريخ، والقضاء البريطاني مستقل إلى حد ما تاريخيا ربما مكره أخاك لا بطل، أنهم مستقلين إلى درجة لأنهم تحت المراقبة موجود، ولكن يعني ليس كما كان قبل. يعني قبل كان القاضي مسكين فعلا، يعني يا أما يبيع ضميره يا أما يدخل السجن هو نفسه، ما فيهاش حل آخر، ما فيهاش شجاعة للأسف الشديد. بالنسبة للخارطة السياسية يعني عموما يعني قلت ما فيه الليبرالي، الأعداد بالضبط أو النسبة المئوية غير واضحة. ليش؟ لأنه بعد الانتخابات كما قلت في المواقف السياسية للقوى السياسية تغيرت، صار فيه هذا يطلع من هذا يروح لهنا، صار يعني النهضة خسرت كثير من أنصارها، المؤتمر من أجل الجمهورية أيضا خسر بحكم أنه بدأ للناس أنه عميل، يتهم بأنه عميل نار بأنه غير قوي أمام النار. التكتل نفس الشيء، يعني خمسة من أعضاء الهامين استقالوا، جاء نداء تونس ضم إليه الكثيرين، ففيه تغيرات يعني في الخارطة السياسية. آخر ما قرأت أنه يقع قد، ولكن هذه كلها أرقام غير دقيقة 100%، أن النهضة لا زالت موجودة كقوة سياسية، هل أنها هي الأقوى غير معروف حاليا. يعني نداء تونس صار أيضا هذا اللي مات الباجي قائد السبسي، اللي يعني اشتغل مع الرئيس القديم، اشتغل مع بورقيبة، الرجل عمره 83 سنة لكنه لبق، ولما كان في الحكومة المؤقتة يعني الحق قال أنه خرج بالبلاد من مأزق بدون أي مشاكل، ولما وعد يعني نفذ. مكره هنا خاك لا بطل، أنه وليس هو الرئيس يعني المطلق الذي ينفذ، ولكنه نفذ وكان أمين. ففيه طبعا اليساريين موجودين، والبعض يتهم يقول أنه أغلب القوى الموجودة في الاتحاد العام التونسي للشغل هي من اليساريين والقوميين، وأنه من المستحيل بالنسبة لحركة النهضة أنها تقدر، والإسلاميين أنهم يقدروا يسيطروا عليه. الليبراليين اللي هم في العادة يعني اللي استفادوا عموما في الأغلب من النظام السابق، هذه هي تقريبا، لكن لا حد يقدر يعطي كم بالضبط إلا الانتخابات القادمة. بالنسبة للعريضة الشعبية فعلا العريضة الشعبية فاجأت كل إنسان في تونس بما في ذلك الهاشم الحامدي، يعني ولا أحد كان ينتظر. البعض في تفسيرات أنه البعض يقول أنه قناة المستقلة هم حتى في البداية لما طلعت النتائج يعني صار فيه محكمة وألغيت بعض الأصوات وسحبت بعض الأصوات اللي تحصل عليها هو، لأنه اعتمد وسيلة إعلام خارجية
اللي هي القناة المستقلة يعني لصالح عائلته. لكن بعدين يعني القوى هذا صار رح يعمل مشكل في البلد وخصوصا في المنطقة المحرومة اللي هو يجي منها. أغلب من انتخبوا كانوا من المناطق المحرومة لأنه يعني في البروشيرز بتاعه كان إنه النقل بلاش، يعني زي النظام البريطاني النقل، الفلفل لن يتجاوز سعره كذا، وهذا موجود يعني قرأته، البقدونس أو المعدنوس في تونس أنه لن تتجاوز سعرها كذا وكذا. ثم اعتمد على القبيلة وعلى يعني على أهله، صح يعني كلمة قبيلة ربما غير دقيقة في تونس، مش اعتمد يعني على أهله وعلى منطقته كذا، وعرف كيف يخاطب المحرومين عن طريق القناة المستقلة وعن طريق غاله، وفعلا يعني حصل. لكن القوى السياسية فكرت انه اذا احنا اقصينا الناس هذول يعني بالمحاكمة وممكن يخلق مشكل، خلاص هو حصل على المرتبة الثانية او الثالثة، لا هي داخل احنا اللي حصل على المرتبة الاولى والثالثة والرابعة يحصلوا الأغلبية وهو بقى برا، لعبة ديمقراطية وتمت الامور بسلام، يعني تمت الامور بسلام. طبعا هناك اتهامات واضحة أعتقد أنه لها ما يبررها، أنه كثير من الأموال، لأنه يعني ما في تونس يقولوا أنه رجل الأعمال، لا رجل يعني معروف لا رجل الأعمال ولا هم يحزنون، فيه أموال خارجية كثير، أطراف معروفة أنها أعطته كثير من معروفة. يعني هو حتى أنا قابلته قبل، يعني كان أول سنة لي بالجامعة كانت آخر سنة له هو، وقابلته هنا في بريطانيا كذا، يعني معروف هو في تونس لدى الكثيرين أنه أنت تعطيه فلوس وتقول له في برامجه يعمل مشاكل على الشيعة يقبل، أنت تعطيه فلوس يعمل مشاكل على السنة، يعني هذا اللعبة. فهو يقيل أنه فعلا يعني حصل على كثير من الأموال الخارجية اللي تفضل. سؤال تفضل. أنت ذكرت أنه رئيس الجمهورية ضعيف الشخصية، وعندما قام السلفيون بالمشاكل والهجوم على مزارات أو على تجمعات ثقافية وغيرها، ما هو دور الحكومة اللي المفروض هي جزء من حزب النهضة؟ أنا ما ممكن البعض يتهم حزب النهضة بإعطاء الضوء الأخضر للسلفيين، يعني يعتمد عليهم الحقيقة، هم الوحش الكاسر، سوري البعض يسميه الكلب اللي يتعارك. الشغلة الثانية الغريب وال الشيء الثاني الحقيقة يعني أرجو حكاية أن يوصل السلفيون بالأوساخ، لو استبناناها بالجهلاء قد تكون أكبر أكثر قبولا. يا أخي لم يرد، بالرغم أنك أنت ذكرت أن الاتحاد العام للشغل كان له دور كبير جدا في نجاح الثورة، ما هو دور في هذه المرحلة الانتقالية؟ ثاني، هناك يا سيدي سؤال فيما يتعلق كثرة الصحف والقنوات اللي هي ظاهرة صحيحة صحيح، إنه ده مخاطر لازم يحصل، ناس مع محيون الكلام وخذ الكلام. اللي أستعجب له يا أخي أن هناك شيء واضح، هناك أنصار لنظام علي الأبد الرئيس السابق، على طاعتنا أن الدول لم ينتهوا، دول مواطنين تونسيين وفقدوا كثير من ميزاتهم نتيجة لقيام هذه الثورة، نظموا نفسهم ونداء تونس أو غير نداء تونس، نظموا نفسهم بطريقة وهم يعملون وسيستمروا في العمل على إفشال هذه الثورة والرجوع بقدر الإمكان إلى مكاسبهم. تونس شيء، مكاسبهم تعني مكاسب الشخصية، تعني مكاسب لتونس. أنا كنت عودك يا أخي تقول لي دور السياحة،
السياحة تأثرت قدر إيه؟ أنا وإذا في نفسة صغيرة بس على المستقبل. بس على المملكة. فيما يعني مستقبل تونس يعني إيه؟ شكرا أستاذنا. أنا آسف ترى الوقت محدود لأنه ولو حاول نختصر في السؤال يحول للتيار الإسلامية. سؤال حول التيار الإسلامية. يعني مر في تونس أكثر مرة وعندي علاقات صداقات عمل وغيره في التسعينيات وقبلها يعني ما كان ذاك التيار ولا موجود بالشارع التونسي الفكر الإسلامي والديني ما كان موجود. فبروزه بالأحداث الأخيرة هل يوجد مؤشر على قوة خارجية أصابع خارجية أموال وهل يوجد هوية محددة لهذا السؤال الثاني صغير حول الصحف. إذا كانت حدود 200 كذا وسكان تونس مو كثيرين هل يوجد مردود مادي يبرر وجود هذه لأن هذا مشروع اقتصادي لو فيه أيضا أموال تدعم بالتحليل. أنا سأحاول أن بسرعة أجيب على الأسئلة هذه وبعدين أخذ الثلاثة آخرين لو سمحتوا. بالنسبة لرئيس الجمهورية أنه ضعيف هو يعني هذا هو الاتهام اللي يوجه له من قبل الكثير من التونسيين وفي الصحف بسبب أنه لم يستطع الوقوف في وجه محاولات النهضة للسيطرة على القضاء مثلا على الإعلام على الإذاعة والتلفزة. ولكن ربما يكون هذا بسبب أنه أغلب صلاحيات رئيس الجمهورية سحبت صارت لدى رئيس الوزراء. يعني احنا نعرف أنه مثلا أنه في خلال تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بليبيا تم هربه لتونس فتم تسليمه إلى ليبيا. قبل تسليمه بأسبوعين رئيس الجمهورية يطلع يقول أنه لن يسلم لأنه لا يوجد قضاء مستقل وهذا أمر مبدئي وأنه هذا الرجل لن يسلم ولن يعقد تسليم وطلع على التلفزيون يعني وحكى بعد أسبوعين أو أقل يتم تسليمه وهو لم يدري وقيل أنه تم لأنه الحكومة أخذت مش عارف 100 مليون دولار وما إلى ذلك يعني تم يعني عن طريق قطر أو الله أعلم ماذا. فهذه فعلا حصلت كثير من التونسيين قالوا لو أنه فعلا كان قوي يعني بلاجتنا لو كان راجل كان استقال وهذه قيلت يعني وهو سمحها يعني لو كان راجل كان استقال يعني. فهو يتهم بهذا. لكن فيما يخص أيضا يعني قضية أنه النهضة هي مستفيدة منهم وكذا لا أعتقد أنها مستفيدة منهم اللي هم لا يمثلون أغلبية أطلاقا هم مجموعة قليلة جدا 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 من لكن بسبب الأعمال اللي لم يتعود عليها المجتمع فصاروا يوجدوا يعني المعارضين للإسلام السياسي يريدوا يشوهوهم فطبعا يصيروا في الإعلام فقير يريدوا دافعوا عنهم فيصيروا في الإعلام. إنما هم يعني ليسوا تابعين للنهضة ولا النهضة تريد أن تستفيد منهم بالعكس يعني قد يعتقد أنهم عاملين يعني وجع رأس للنهضة. قضية أنه النهضة تدعو النهضة لم تدعو للتطبيع ولن وأعتقد أنها لن تستطيع إطلاقاً لا هي ولا أي حركة في تونس على الأقل في المدى المنظور أنها تطالب بالتطبيع. إنما اللي قلته أنه في الدستور طالبت القوى السياسية ولا زالت في تونس بتجريم التطبيع من يطبع في حكم بالسجن هذا هو المطالب به. القوى السياسية وافقت النهضة هي الوحيدة اللي لم توافق ويبدو أنها الآن كما قلت راجعت على أساس أنه يوجد في بند ثانوي أنه موجود قضية أنه السلفيين أو ساخة وكذا. نقول يعني هذا ليس توصيفي أنا كنت أحكي عن كيف كان ينظر المواطن العادي لهم في وقت من الأوقات. بالنسبة للاتحاد ودوره الحالي الاتحاد يعني دوره أنا ذكرت أنه هو صار فيه حوار وطني يوم السبت والأحد لمحاولة الخروج من ما ينظر له على أساس أنه مأزق يوم 23 هذا الشهر تنتهي صلاحية الانتخابية والشرعية الانتخابية للحكومة وللرئاسة وما إلى ذلك. فجمع الاتحاد القوى السياسية في البلاد يوم السبت والأحد على أساس الخروج بنتيجة وكان من ضمنها أنه المقترح أنه يوقع توسيع الحكومة والخروج ب انتخابات في التاريخ المعين وبحكم يعني
رئاسي وبرلماني في نفس الوقت، يعني لازال هو يتحرك في من هذه الناحية. السياحة طبعا تأثرت في البداية، لكن من الغريب أنه خلال شهر أغسطس أعتقد جولاي واحد كانت كل النزل ملقانة في تونس، والسياحة تمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد التونسي. بالنسبة للأخ اللي قال عن أننا نحاول أن نؤسر عن التيار الإسلامي، لم يكن موجودا يعني في التسعينات وفي الوعد، لا، التيار الإسلامي كان موجود وله جذوره، اختلفنا معه أو تكون موجود، يعني هو ابتدأ يظهر تقريبا سنة 73 وما إلى ذلك، لكنه كان موجود، لكن بحكم الوضع السياسي كانوا يعني قال أنه النهضة والتيار الإسلامي عموما، يعني مش النهضة لحالها وإن كان هي النهضة تقريبا هي التيار الغالب، أنه حوالي 30,000 منهم دخلوا المعتقلات فدخلوا وخرجوا، فهذا يعني موجود كان، لكن بحكم الوضع السياسي كان مختفي، والمشاكل اللي يعني قللت من شعبية النهضة أنه أول يعني أول شيء قررته أنه كل من سجن وكذا في عهد بن علي أنه يعطوه تعويضات، في حين الشهداء اللي ماتوا حاليا يعني لم يلتفت لهم أحد تقريبا ومعدودهم قليل. المردود المادي للصحف هو فيه مفروض يعني أنه الحكومة تقوم ب يعني عملية الإشهار لابد أن توزع على الجميع وليس على الصحف الحكومية فقط، إذا الحكومة تريد أن تشهر أو ما إلى ذلك. في بعض الصحف سكرت يعني أغلقت، في رؤوس أموال موجودة، في تمويل من الخارج، هذا كله موجود، في صحف تخرج وبعدين تنقطع، لكن هذا طبعا إلى حد أن يستقر الأمر ويبان يعني مين اللي قادر على البقاء ومين اللي مش قادر. تفضل استاذ. نعم، تعقيب نهضة التيار الإسلامي القديم موجود في تونس، خير مثال على ذلك حضرتك ذكرت انه 30,000 كانوا معتقلين، وكان هناك قمع النظام السابق كان عنده علاقة بالموساد، ودلالة على ذلك التيار قادة المقاومة الفلسطينية في تونس كان التواطؤ مع النظام السابق، وهذا ما أظهرت التحقيقات الأخيرة. فنظام بن علي كان هو اللي عمل الموساد، ما في هناك دلائل تثبت انه النهضة ضد ما عندها تطبع مع اسرائيل او مع العدو السوداني ابدا، ادبياتهم وكلامهم هم ضد العدو السوداني، ضد الفرنكفوني، لان في تونس تيار فرنكفوني يريد ان يمسح اللغة العربية ويغلب اللغة الفرنسية، وتيار عربي اسلامي يذهب الهوية، فاحنا نخلي النهضة من ضمن التيار العربي الاسلامي اللي هو هويته عربية اسلامية، والقوى الاخرى اللي هم عملاء فرنسا والفرنكفونيين مع الصهاينه هم هذول التيار الفرنكفوني. فانا احس من كلام حضرتك هناك شويه نوع من التحامل على النهضه. شكرا. تفضل. يبدو لي انه هو الموضوع مع النهضه وقضيه الدستور وموضوع التطبيق مع اسرائيل، يعني مثل في شجون عدل. ولذلك انا مره اخرى كون انه سؤال، هذا السؤال هو تقريبا موقف مع جماعه اخوان المسلمين، انه ياخذون الموقف هو معاكس لما معروف، هل هو هذا بسبب ضغط جهه معينه وراء الكواليس، خلينا نقول انه امريكا، او انه هو مجرد طمعا في منفعة اللي تقدمها المفوض السعودية قطر مثلا، هاي وحدة. ثانيا أنا أصور يعني هل التكوينات الإسلامية اللي هي يعني تدعي أنه في سبيل المصلحة العامة في سبيل، أنا أصور يعني في لما تنكشف تتعرج، هو هذا مكر من التاريخ، وإنما يعني هم لما يجون متلبسين بلاش بلباس معين اللي هو يطلع كذب، فالتاريخ يعريهم وبعدين هم يتراجعون ويشكروا. شكرا. تفضل. بس أنا سؤالي بالشكل التالي، هناك أنا قبل أسبوع سمعت وزير الفلاحة التونسي بالضبط قال أزمة الاستثمار إلى حد الصفر،
والبلد تونس إلى حد بعيد الاستثمار عندهم جدا مهم. وأنا أختلف وياك من مسألة السياحة، أنا أجيب لك رقم أيضا من وزير السياحة أنهم هناك انخفاض وعجوف بالسياحة التونسية. هذا الجانب. هناك استحقاقات جدا مهمة. إلى متى قطر تدفع لمساندة الوضع في تونس؟ لأنها دفعت مليار وشوية قبل شهر ثلاث أربعة أشهر نتيجة عجز بميزان المدفوعات. هذا الجانب. هناك استحقاق هو المهم. البطالة، هل هذه البطالة جدا جدا كبيرة داخل المجتمع التونسي، هل هناك برنامج لحزب النهضة قادر على تجاوز هذه المسألة؟ أعتقد هناك استحقاقات جدا كبيرة على حزب مجموعة النهضة أو حزب النهضة من خلال المعطيات المذكورة. هي مسألة الدخل والواردات الخارجية الريعية اللي تمتاز بها تونس أن تعتمد على مسألتين، هي مسألة المساعدات الأوروبية والاستثمار الأوروبي ومسألة السياحة. أعتقد ما هل هناك تتوقع حلول لهذا الحزب النهضة لهذه المسائل المستعصية؟ بالنسبة للفساد اللي كان مستشري في زمن النظام السابق وما تلطخت عندهم بالدماء معارضين للنظام السابق، هل تم استحداث هيئة أو ما هي الطريقة الآن التي يتم التعامل بها من خلال القضاء العادي أم هل هنالك هيئة معينة هي التي تبت في هذه القضايا؟ نعم، بالنسبة للأخ يعني فيه دائما هذه الفكرة في تونس إنه هؤلاء فرانكفونيين وهؤلاء أوروبيين أو إسلاميين أو ما إلى ذلك. أعتقد إنه الوضع مش بهذه البساطة وفيه تعقيدات أكثر. بالنسبة للتحامل على حركة النهضة، يعني أنا أقول هنا إنه أنا لمدة 35 سنة تقريبا أناصرهم و يعني أدافع عنهم وحتى حملت أفكارهم، ولكن مواقفهم المتقلبة جدا تخلي الإنسان يراجع نفسه. هم كله يعني شيء واحد. ممكن أنا أضرب مثال بمصر، يعني قبل الانتخابات يعني الإخوان لم يشاركوا الثورة بداية وتعاملوا مع عمر سليمان واتفقوا معه، وبعدين نجحت الثورة انقلبوا صاروا معها. تطلع خرجت فتوى وخرجت على التلفزيونات أنه آثم من يرشح نفسه للانتخاب، لأنه ما قالوا لن يشارك لن نرشح رئيسا، آثم من رشح نفسه، آثم من انتخبه، هيك فتويهم. إيش يحصل بعدها؟ لقي أكثر من مرشح وأكثر من مرشح واحد منهم موجود. وهاللعبة هذه يعني لعبة غير نزيهة للحقيقة، انه تخلي الانسان فعلا يراجع نفسه. انا ذكرت انه هذا انا راشد الغنوش يعني حاورته وجلست معه، وحتى كنت في تونس مؤخرا وكان هو موجود في مؤتمر هناك وحضرت وحكينا يعني في هذا الامر، وكنت انا جالس في حديث عن قضيه التطبيع هذه. وهذا موقف يعني مش أنا اللي ذكرته تحاملاً عنهم، هذا موقف واضح. هم اللي رفضوا أنه يوضع بند في الدستور يجرم التطبيع. هذا خطأ، هذا صح، أنه الدستور يجب أن يبتعد عن هذه القضايا الجزئية وأنه يوضع ربما في قانون آخر وكذا، هذا شيء آخر. لكن هم من وقف حجر عثرة أمام هذا القانون، وهذا واضح ومعروف وهم لا ينكرون. بسبب ربما ضغط أو منفعة من أولى الزيارات الدول اللي راح لها راشد الغنوشي بعد الانتصار كانت قطر ثم أمريكا، وعمل محاضرة في معهد صهيوني. يا أخي 35 سنة وإحنا واقفين معك وإحنا ندافع على واحد، بعدين يعني بعدين أي تحامل يعني يطلع أنت وقول لا أنا ما قلت هالكلام، هاي المعهد هذا مخرج إيش قال في الكلام، إيش قال يعني؟ قال القضية الفلسطينية لا تهمنا، ما يهمني هو اقتصاد تونس. مين أنت حتى قضية، مين أنت باش تمثل التونسيين تقول القضية التونسية لا تهم؟ أنا كتونسي القضية الفلسطينية أهم عندي من لقمة العيش. هذا يعني هذا قاله هو. أنا لم أقل إنه يعني تحامل على أشياء هو لم يقلها، لو أنه لم يقل هذه الأشياء وأنهم لم يقولوها وأنهم على عيني وراسي تحامل. لكن لما يقف ثم الفكر يعني مش
لما نحاول نعمم او نبسط فكر اسلامي عروبي صحيح تاريخيا موقفهم كل الكلام هذا ما فيش خطبه لم يذكروا القضيه الفلسطينيه وانها قضيه العرب الاولى والمركزيه وانها هي قضيه المسلمين الاولى وليس العرب فقط. ايش عملتوا لها بعدين الان؟ يعني انه تحكوا بعدين لما تتغير يعني يخلي الانسان فعلا يتساءل في هذه في 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 هذا المجال. بالنسبه للسياحه فعلا على المستوى العام من يوم ما قامت الثوره الى الان فيه انخفاض طبعا، لكن انا احكي عن الثلاثه اشهر الاولى حتى لما كنت هناك وكان مدير النزل كان عراقي وقال يعني احكي قال انه قال اذا تريد ترجع وكذا بس مش في كنت في شهر السادس هناك مش في شهر 7 8 لانه 7 8 نزل الان ما فيه ولا مكان. الاشهر هذيك كان فعلا يعني انه في انخفاض طبعا يعني قلت لك انا قضيه البركاجات وانه الوضع الامني شويه حساس مازال وكذا فهذا من الاكيد. ثم الارقام دائما مثل ما قلت في المعنى ضبابيه هذا يقول لك هيك وهذا يقول لك هيك وانت كانسان غير مختص حتى لو كنت مختص مش حتعرف بالضبط مين تصدق. ففعلا هو الوضع البطاله. هناك برنامج للنهضه قلت انه احدى الوزيرات خرجت وقالت انه لنا 6000 مشروع مجهزينها وكذا ورتبوا وانا حسب علمي انه يشتغلوا هم مع الحكومة ككل وليس النهضة فقط. يعني يجب أن نذكر أن الحكومة ليست النهضة وحدها، النهضة وحدها لا تشكل أغلبية لتشكيل حكومة، أنه فيه يعني قوى أخرى وأنه فعلا يعني لهم مشاريع تحتاج استثمارات. أخ سأل عن الضغط على الأموال والمنفعة وكذا، هذا الكلام يقال كثيرا في كل الصحف، يقال في التلفزيونات انه انتم اخذتوا اموال من قطر، انه انتم الدوله الخليجيه الفلانيه الكبرى تدفع لكم، انه انتم هذا الكلام يقال. هل هناك دليل ملموس واضح يجرم هؤلاء يفعل؟ الى الان لم نرى شيئا، لكن من الاكيد ان الناس كلها تعرف انه هذا موجود، حتى المواطن العادي اللي في الشارع الطفل بتونس يقول لك هذول ياخذوا في الأموال. أنهم يقولوا هذا لديهم برنامج، هم يقولوا فعلا أنهم لديهم برنامج ويسعون للاستثمار، وأنا قلت أنهم يحاولوا يعددوا من البنوك اللي يأخذوا منها ويغيروا ويأخذوا يعني هذا في النقد الدولي أو البنك الدولي شروطهم صعبة وكذا، فإلى حد الآن تجنبوا أنهم يأخذوا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويسعوا على حد علمي أنه فعلا عندهم فيه أخصائيين لكن مش هم وحدهم أنهم يتناقشوا في كيفية النهوض بالاقتصاد. في قضية اللي أجرموا واللي لديهم ملطخة بالدماء أسست بعض الهيئات، يعني حتى وزير الداخلية السابق الراجع اللي كان نازيا تمت محاولة اغتياله وهجموا عليه في وزارة الداخلية وهرب من الباب الخلفي لأنه فعلا أراد أنه. لكن الشيء الجيد انه عقليه الانتقام لدى التونسيين غير موجوده، انه هذا جمهور النحر القتل والذعر، لانه يعني بالنهايه القتل ردت فعل كذا، انما وجدت هيئات في صعوبات كثيره لانه القضاء، سال الاخ عن القضاء من شويه، ليس 100% نازي. الامن رجال الامن اللي كانوا في عهد بن علي هم نفسهم اللي موجودين تقريبا، هم نفسهم اللي موجودين الان. لا تقدر انك تغير القيادات، هذا يحتاجون تدريب، يحتاجون وقت، ما زالوا هم موجودين. فمن الصعب جدا يعني البنت تم اغتصابها طلعت على التلفزيون اتهموها هي، ليش؟ لان المتهمين كانوا من رجال الامن. ففيه هل أنها قامت بالواجب 100% باعتقادي أنها لم تستطع إلى حد الآن. أعتقد أن الوقت انتهى، بس إذا في أحد منكم يحب أن يسأل سؤال أخير وكنت أود أنا أن أسأل بسرعة، لأنه في المقدمة أشرت أنه انعكاس أو صورة ما يسمى الآن بالربيع. الواقع هنالك في خطوط عامة، أنا رجل لا أفهم في السياسة، هنالك خطوط عامة في كل هذه الأحداث البلدان العربية اللي حصل فيها متشابهة، بحيث حتى أن رجالا معينين فلان الأمريكي الإسرائيلي يسوي محاضرة أو في مصر وفي تونس وفي ليبيا، فهل تعتقد أن هنالك علاقة
علاقة ما ب يعني جهات خارجية تعمل. الأستاذ تفضل، أنت أردت أن تسأل سؤالك. تفضل. أحسن، فقط نواهت أنت كثير من الظواهر ظهرت بعد الثورة، وأنا أعرف أن يعني الظاهرة ما تكون خلال سنة، بالتالي لازم يكون لها عواملها الخاصة. يعني تكلمت عن السلفيين المجتمع التونسي كله يعرفهم إلى آخره، وإحنا نعرف أن كثير من التونس قد أتوا للعراق بغاية من جهات، فهذول منهم هذول يعتبروا عن السلفيين، يعتبروا من إزلام النظام السابق، من هذول كانوا؟ إذا كان المجتمع فعلا يرفضهم. اللي منتمين إلى تنظيم الحرب. من هذول الخواجين؟ بالنسبة هل تعتبر أنه يعني في خط معين ربما يربط هذه الثورات في تشابهات عديدة بين تونس والجزائر، عفواً بين تونس ومصر خصوصاً؟ طبعاً يعني ربما هي انطلقت كثورات عربية تلقائية، لكن أعتقد أن بعد في قوى خارجية أرادت استثمارها وعملت على هذا، وكما هي تريد استثمارها في تونس تريد استثمارها في مصر، تريد استثمارها ربما في 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 ليبيا أيضاً، وأعتقد أن الخط هذا واضح بالنسبة للجميع. بالنسبة للأخ عن ظاهرة السلفية، هم طبعاً يعني بسبب الحكم اللي كان مسيطر على الأنفاس، يعني زي ما يكون الإنسان تحت المي غير قادر أنه يتنفس، أول ما يطلع تشوفه لو أخذ نفس قوي، نفس قوي بشهقة، فتظهر تبان الظواهر هذه بطريقة غير منظمة، لأنه أي لأنها هي كانت فعلاً موجودة. لكن السلفيين بالذات اللي قلت النقطة اللي قلت إني إنه راحوا للعراق، أنا في بداية الأحداث في العراق كنت بتونس في ذاك الوقت، وأعرف الشيء الأكيد إنه يعني التونسيين في هذاك الوقت كان بيقضهم وقضيهم ضد التدخل الأمريكي في العراق. كان لما ضربت العراق أنا بنفسي شاهدت الناس في تونس في الشوارع تبكي، أنا بكيت وشفت يعني، وهذه الأشياء أنا شاهدتها بعيني، شفت نساء جالسة في الشوارع وتبكي. كان هناك زخم كبير قبل ما تحدث هذه الحرب دفاعا عن العراق، وإنه هذا تدخل خارجي بقطع النظر عن من هو الحاكم. وفي ظاهر مثلا في تونس الآن الأطفال الشباب اللي عمرهم 20 و21 و19، تلقي كثير منهم اسمهم صدام، ولم يكن اسم صدام معروف في تونس. فهذا ليش؟ لأنه ضرب إسرائيل، ولأنه التدخل الأجنبي ممنوع. يعني قد ترى أنت هذا أنه خطأ، هذا صح، هذا كذا، لكن هذه ظاهرة ووجدت. بتذكر عملنا لجان يعني بسرعة، عملنا لجان لجمع الأدوية وكذا لأخذها يعني تقديمها للسفارة، ورحت أنا قبل سفير العراق في تونس في ذلك الوقت كعضو في اللجنة، وكنا نجمع الأدوية مثلا عشان تروح للعراق. فهو السفير نفسي اشتكاني من كثر يعني ذكرني كثرة الناس اللي تريد أنها تروح تتطوع. يعني في ظواهر قد لم يكونوا من السلفيين، لم يكونوا من السلفيين، يعني أنا هذا شاهدته، لأنه في اللجان هذه كانت فيه لجان الناس، كنت أنا نائب رئيس اللجنة للمتطوعين، كل حد شغله، أنا في جامعة الأدوية المتطوعين. يعني كانت في تونس خلال أسبوع تقريبا أو أسبوعين كان في حوالي 300,000 متطوع مسلمين، يعني طوع أنه يحارب ضد الأمريكان، لم تكن قضية قضية صدام أو فلان، لا كان ضد كان ضد التدخل، كانت القضية كلها إنه التونسي لا يقبل. لما ضربت ليبيا أعتقد كان في سنة 84 85 اعتداء الأمريكي على ليبيا في 85، حصل نفس الشيء. لما حصل في العراق حصل نفس الشيء، يعني ضد التدخل الأمريكي. فما كانوش من أنا يعني والله عيني شفت حادثة بسيطة، إنه كان في اثنين جالسين يشربوا خمر بعد عنكم في 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 مكان معين جالسين، لما سمعوا بالضرب وكذا سووا الله اكبر وروح للعراق. يعني وهذه ربما البعض يراها، انا بعيني حضرتها هذه الحاله، هذه في قريتي. بس الظاهر ما لقوا الامريكان ضربوا يعني من الناس العاديه يعني. يعني انا بحكي لك، انا اخي العزيز انت ممكن خلال اتخذت موقع، انا احكي لك قبل يعني اول ما صار الهجوم، في خلال التجهيز الهجوم واول الهجوم، هذا اللي بحكي لك عنه. يعني واللي حبيت اقوله لك انهم لم يكونوا من السلفيين،
بعدين خرج البعض منهم اشتغل في الخليج كذا صاروا سلفيين ومن هناك راحوا شيء هذا شيء آخر. إنما الظاهرة لم تكن موجودة. يعني هذا التطور كان في زمن زيد بن علي. عفواً. كان موجود زيد بن علي. إيه 87 هو. 87. هذا اللي وصل عندكم التغيير كان تونس كلها جتير العراق. إخواني. أنا حكيت لك عن شغلة. إخواني الأعزاء أصالة عن نفسي ونيابة عني. أشكر الأستاذ على هذه المحاضرة الرائعة التي كان فيها محايدا بشكل رائع، والواقع أنا تغيرت كثير من الصور التي كانت في بالي عما كنت أتصوره عن الثورة التونسية التي سميها ثورة بهذا المفهوم. وأشكركم جميعا على الحضور وحسن الإنصات، وأشكره أكثر على هذه المحاضرة.